يوم الخامس تقريبا السادس حنطلع رحلة إلى الأناطر اليوم على الباص هذا. إحنا الشباب على الأناطر. ها أرحبوا أسلم مرحبا ألف، الله يحفظك. والله أغلى من بيجي الله روح يسعدك. الأناظر وتفسروا بالله وما زال تريزين إيش معنى أناطر؟ الآن، والله ما أعرف إيش هذا علم أنه من حساب هم الله إيش معنى أناطر؟ السواق يعرف. على حسب مقطع عاوز أنت لا القنطرة، تعرف القنطرة؟ إيش اللغة العربية الفصحى؟ الحاملة. حاملات الحين. قنطرة إيه؟ حاملات ها؟ أولاد ولا بنات؟ هتعاوزين بالضبط يبي زي ما انت عاوز التعريف. الله يسعدهم يا هلا، فرصه سعيده ان شاء الله. ان شاء الله الله يحييك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا الحين في شلالات بين البحرين في الاناطر، عاملين كذا زي الموش. الاولاد هناك ما شاء الله يسبحون عكس التيار، وصعب السباحه عكس التيار، تنسحبوا ما قدر ضمن التحدي. شباب فوق يقفزون من ذا المكان يوصلون تحت، والتحدي اللي يقدر يدخل داخل العبارات هذه. طبعا المويه هنا تتوزع لطرفين، طرف يمين وطرف يسار. وجالسين اليوم رحلتنا هنا في المكان الجميل هذا، وغدانا ومضغوطنا وكبستنا اليوم في هذا المكان الجميل. بالطبع الرحله في وسط منتزه كذا بسيط، جايبين سمح لنا نجيب الضغط والعده واللحمه من عندنا من الذبائح اللي ذبحوا الشباب ما شاء الله. عمر نعم سار. مكبوس حتى على النيل؟ مكبوس هنا ان شاء الله باذن الله حتى على النيل. حتى على النيل يا مفتري. الى متى؟ اننا بنمتع انفسنا والله يسهل الباقي. يا شاء الله. والله وفي مدربين معك جدد اليوم. والله اسعد لو دوره دوره احنا اجتمعنا في هذا المكان. يا الله لحمتنا ما شاء الله شايفها. بسم الله ما شاء الله. والمضغوط والمكبوس وقدر الضغط باذن الله باذن الله. يسمعون هنا في القاهره. ابغى في ناس نبغى نقهرهم تستس هذه. ما شاء الله ما شاء الله. الشباب هنا كنا في ضلع. ها مضغوط يا ابو عمر. الله الله يا ولد يا ولد. وفي مدربين جدد معك. نعم. دوره ما شاء الله ما شاء الله. والاجواء الحلوه حلوه. السلام ورحمة الله. بالطبع الحين طلعنا في الأناطر جولة بالنهرية، أمر بعض المواقع والجسر.
بدوي الشهيد احمد بدوي واللي له نفق باسم برج بتحسب افريقيا، فانت اسمك عزيز على قلوبنا والله. الله يسلمك. ابغى النفق حقي ابغى اخذه، النفق بتاعي. انتوا مصر كلها بتاعتكم. تسلم تسلم الله ما شاء الله. هذه العسل الحقيقي يقول ما يركب على ملابسه. ممكن توريني التجربه هذه؟ يا بعد ما يمسك يا بعد قلب تعجبني. هذا حنزلها لك في القناه ان شاء الله. في يقول العسل حقيقي. ايوه ان انت جتني يا ولد. هذه اكبر تجربه ان العسل حقيقي. شوف يحاول يركب على الملابس وينزل ما تمسك فيه. شوف ملابسه كيف صافيه ولا حاجه. اي والله هذه تجربه عجيبه اول مره اشوفها. اسمع لك حط هنا شوف. اه يسعدك ما شاء الله ما شاء الله. وانواع العسل هذه كلها من الجزيره ولا تجيبهم من برا؟ صدق. لا لا كلها. طيب انواعها ممكن تذكر؟ في سيدر، في حبه البركه، في عسل ضارب اللوتس كذا. حبه البركه كيف تطلع من المزارع؟ سوداء. اي تطلع من المزارع حبه البركه؟ ما شاء الله. لا ما تزعل انا شوف هنا حبه البركه. هو عارف يحب يهدي. هذه عسل حبة البركة في اليد عادي؟ باليمين. باليمين. طيب والكاميرا امسكها بين. هو باليمين. باليمين ربنا يعلم. اليمين درب الغنمين. الملعقة الملعقة. ربنا خلي لك خمس معالي في ايدك. عز عين. الله يبارك صادق. عازم على هذا ايش يا عسل حبة البركة؟ حبة سوداء. طيب قاعدين نلف في القناطر. مناطق خضراء وغابات وموز وعائلات تصلح خبز وعسل وورود اشكال والوان. ما شاء الله الطبيعه والهدوء العجيب اللي تعيشه في الغيط على ما قال الغيط او المنطقه الريفيه. ما شاء الله والله الجو معقول. شفنا قبل الصيف جو معقول ما هو يعني سحب. وسائل النقل في الجزيرة ما في سيارات هنا نهائي. اي مزارع برسيم وحشو كميه قلب هو نفسه صدقت. ان شاء الله شو يدير الحيوانات عندهم هنا. دخل حشو ودخل هناك حشو عطى المواشي. صح قاعدين يسقون مزرعتهم من النيل مباشر على طول من النيل. انت على طول في الوفر في الفلج الفلج شطي. إيه ما شاء الله. الله وصلنا الآن دور الفطير المشلتت ما شاء الله مع عسل المجر وعسل هذا الشو شو